طيب امتحان القاهرة كده يا شباب، أول سؤال في الكومبليت، يلا يا نور. بيقول لي إيه؟ The Mendel's first law is called the law of A. Segregation. Segregation of A. Factors. The segregation of factors. برافو يا نور. طب الـ second law كان بيقول إيه؟ كان اسمه إيه؟ Independent. ايه كان ايه second law؟ second law بتاع مندل، the independent. ها حد فاكر يا شباب؟ independent assortment of factors. independent assortment of factors. ال first law بتاع مندل كان اسمه segregation of factors. ليه كان بيقول عليه segregation of factors؟ ليه؟ لأن ال factors اللي هي ال genes between brackets كده genes كان بيحصل لها ايه؟ segregate during the formation of gametes. خلاص؟ القانون الثاني اسمه independent assortment of factors. هنا معلوش give reason. بس ليه سماه كده؟ لأن حتى لو كان في genes تانية. نعم؟ هنا هما اتنين بيور؟ لا، حتى لو كان في genes تانية بتاعة traits تانية موجودة، genes كتيرة موجودة في الجميت. خلاص ايه اللي بيحصل؟ كل جين بيورث الصفه بتاعته مستقله عن الجين الثاني، فبنقوله ايه؟ independent assortment. فبتطلع نفس الريشيو اللي هي 3 to 1 في السكند جينيريشن، اللي هو 3 dominant 1 recessive، اللي هي 75% to 25%. ماشي كده؟ يبقى الفيرست لو السيجريجيشن اوف فاكتورز، السكند لو independent assortment of factors. كارين Number two, Zm plus 2HCl. طبعا احنا اخدنا في ال احنا اخدنا في اتنين زي كده اللي هو بتوع ال Fe وال Mg، وادي هو اللي بيسأل عليه Zm، كل دول plus 2HCl. 2HCl هيديني ايه بقى في ال؟ لا دي محدش مش محتاجة ترفع ايدك يا نور، كارين هي اللي هتجاوب. ZnCl2 ايوه بلس H2 بلس H2. افكركم بتاع الايه؟ بتاع الايرون وبتاع كمان المغنيسيوم. الايرون يا شباب جالنا فين؟ جالنا في الفاكتورز افكتنج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن في يونت 1 ليسن 2. يونت 1 lesson 2 جالنا في حته بتتكلم على ال nature of reactants، حاجه اسمها the nature of reactants. مين ال nature of reactants؟ كانت حاجتين يعني، معلش ثانيه واحده كده. بص يا شباب احنا اخدنا طبعا حبيبي حضر معايا طيب اوكي ماشي. احنا اخدنا يا شباب في الايكويجن ديت طبعا زي ما كارين قالت هتديني ZnCl2. اللي بيحصل نوع الايكويجن ديت طبعا سبستيتيوشن، ان Zn مور اكتف زان الهيدروجين، فالزنك سبستيتيوتس الهيدروجين فيطلع لي ال2 هيدروجين بلس ال H2. ماشي كده؟ وكنا بنكتبه على الارو هنا بنكتبه ايه؟ دايليوتد. الايرون جالي فين؟ جالي في حاجه اسمها the nature of reactants. ال nature بتاعت الـ A الـ reactants. في unit 1 lesson 2 حاجة اسمها nature of reactants. حد فاكر ايه هي الـ nature of reactants؟ كانت عبارة عن حاجتين. الـ nature of reactants يا شباب كانت عبارة عن الـ surface area بتاعت الـ reactants. surface area كنا بنتكلمه في السيرفس اريا على حاجتين. ايه الفرق؟ لو كانت الرياكتنس عباره عن بيس زي بيس اوف ايرون، او لو كانت الرياكتنس عباره عن باودر زي الايرون فايلينجز. لما بيكون باودر بيبقى فيه مور سيرفس اريا. برافو، فيبقى اسرع ولا ابطا؟ بيبقى اسرع. جدعه. ففي حاله الفايلينجز، في حاله الايرون فايلينجز اهو دي كده، لو استخدمنا ايرون فايلينجز هيبقى الرياكشن فاستر. جميل، فهيديني طبعا
وهو كده لو كملنا الكيميكال رياكشن هيديني نفسه هو هو الكيميكال رياكشن ادي FeCl2 plus H2 H2. عايز اعرف بقى حد يقول لي هعرف منين ان في حالة الايرون فايلينجز ان الكيميكال رياكشن بيبقى فاستر؟ هعرف منين بعناية يعني لما اعمل الرياكشن ده ايه اللي هيثبت لي ان الرياكشن ده يبقى فاستر يا شباب؟ حد فاكر؟ ها هو انا اعرف الرياكشن فاستر منين؟ كان عن طريق حاجتين، كان عن طريق حاجتين، يا اما the disappearance speed of reactants او the appearance speed of products. يعني ايه؟ يعني لو كانت الرياكتنتس بتختفي بسرعه يبقى الكيميكال رياكشن سريع، لو كانت البرودكتس بتظهر بسرعه يبقى الكيميكال رياكشن سريع، والعكس طبعا صحيح. يعني ايه؟ يعني لو لقيت في بابلز من الهيدروجين جاس ده بتطلع بسرعه، بابلز كتيره، ده اللي يقول لي ان الرياكشن بيبقى سريع. يبقى في حاله الفايلنجز يا شباب هلاقي الكيميكال رياكشن سريع، وهعرفه منين؟ هعرفه ان في مور بابلز اوف هيدروجين جاس، هنا ده هيطلع لي مور ايه؟ بابلز او افرفيسنس. مور ايه؟ مور بابلز. ماشي كده يا شباب؟ طيب النيتشر اوف رياكتنتس اتكلمنا على السيرفيس اريا، كان في حاجه ثانيه بالنسبه للنيتشر اوف رياكتنتس حد فاكرها؟ كايند اوف ايه؟ البوند. جدعه يا ملك. كايند اوف بوندينج. الكايند اوف بوندينج كنا بنتكلمه برضو على حاجتين، انواع البوندز. ها ايه انواع البوندز؟ يا اما ايونيك. تمام جدعين يا شباب، يا اما ايونيك كومباوندز، يا اما ايونيك كومباوندز، يا اما كوفالنت كومباوندز. مين الاسرع، الايونيك كومباوندز ولا الكوفالنت كومباوندز؟ مين؟ الايونيك. في الايونيك وفي الكوفالنت، طبعا الايونيك يا شباب هي اللي اسرع. وده كان ديفرنس مهم، كان كومباريزون مهم. خلاص ليه الايونيك اسرع؟ كنا بنقول مين هم الايونيك كومباوندز؟ كنا بنقول they are fast reacting compounds. مين هم الكوفالنت كومباوندز؟ بنقول they are slow reacting compounds. طب ليه يا عم؟ ده في جيف ريزن انا مهم. ليه الايونيك كومباوند سريعه والكوفالنت كومباوندز بطيئه؟ الايونيك كومباوند سريعه ليه؟ الكوفالنت علشان كانوا مش بيعمل بريكنج انتو ايونز. برافو يا نور. ان لكن الايونيك كانوا بيعملوا يعني الرياكشن في الكوفالنت بيحصل ما بين الموليكيولز يا نور، في الايونيك بيحصل ما بين الايونز. زي مثلا الاي جي مثلا NO3 ده بوزيتيف ده نيجاتيف مع الNaCl ده اللي هو الرياكشن بتاع سولت مع سولت يا شباب اللي كان في لسن 1، الرياكشن ده برضو في لسن 2 متكرر تاني في لسن 2. الرياكشن دوت بيحصل ازاي؟ بيحصل ما بين الايونز، لو النيجاتيف ده لقط البوزيتيف ده يلزقوا في بعض على طول، والبوزيتيف ده لقط النيجاتيف ده من بعيد يلزقوا في بعض على طول. فالايونيك كومباوندز بتبقى سريعه لانها بتحصل عن طريق اتراكشن ما بين التشارجز. لكن الكوفالنت كومباوندز مش بتتفك الايونز، لكن بتحصل ما بين الموليكيولز، لسه هيستنوا لغايه لما يقربوا من بعض وبعد كده يعملوا الرياكشنز. ماشي؟ فبنقول الايونيك كومباوندز they are fast reacting compounds because the reaction happens between ions. The reaction happens between ions. لكن الكوفالنت كومباوندز they are slow reacting compounds because the reaction happens between molecules. Reaction happens between molecules مش ions. تمام كده؟ The nature of reactants يا شباب دي كانت من ضمن the factors affecting the speed of chemical reaction. خلاص؟ اتكلمنا على الايه؟ على الايرون فايلنجز. طيب ايه كمان؟ المغنيسيوم ده جالي فين؟ المغنيسيوم ده مره عملت له رياكشن
جالي طبعا في حاجه برضو من الفاكتورز افكتنج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن. تعال نتكلم عليهم بالمره، تعال نتكلم عليهم بالمره. فاكتورز افكتنج، دي كانت في يونت 1 ليسن 2. فاكتورز افكتنج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن، ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن. اول حاجه طب مستر، هو الكاتاليست كان بيعمل ايه؟ برافو، ده واحد منهم، مش هو اللي كان يعني بيسرع او كده وبعدين يطلع منه؟ اهو الكاتاليست، اهو الكاتاليست ده من ضمن الفاكتورز اللي affecting the speed of chemical reaction. كاتاليست هتكلم عليه، والانزيم. وفي نوع منه الانزيمز، الانزيمز دي اللي كانت جوه البادي. طب تعال نتكلموا على الكاتاليست طالما فتحتوا الكاتاليست. الكاتاليست يا شباب كان في منها نوعين، كان في منها نوعين، ها حد فاكر؟ البوزيتيف والنيجاتيف. الله الله، تمام يا نور، البوزيتيف والنيجاتيف كاتاليست. كان في نوع جوه البادي، مين النوع اللي جوه البادي اللي بنسميه الانزيمز؟ في نوع بقى جوه البادي بنسميه الايه؟ الانزيمز. انا براجع بسرعه، ماشي، حلوه قوي. مين اللي كان بيسرع الكيميكال رياكشن؟ طبعا البوزيتيف كاتاليست. النيجاتيف كاتاليست هو اللي سلوز داون ذا كيميكال رياكشن، البوزيتيف كاتاليست هو اللي سبيدز اب ذا كيميكال رياكشن. طيب جميل جدا. طب في ايه كمان كان بيعمل من الفاكتورز افكتنج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن؟ كان عندنا كمان التمبريتشر. تمام، التمبريتشر طبعا، باي انكريزنج تمبريتشر ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن انكريزز. كان عندنا كمان الكونسنتريشن، كونسنتريشن، كونسنتريشن هنا لما الله ينور عليك، والنيتشر اوف رياكتنس اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، اهو الجزئيه دي كلها نجيبوها هنا كلها. ماشي، النيتشر اوف رياكتنس اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها دي، يعني لو عرفت اعلم عليها اهو. مش هعرف اعلم عليها، اوكي. والنيتشر اوف رياكتنس اللي احنا لسه متكلمين عليها، نيتشر اوف رياكتنس. الكونسنتريشن كنا اتكلمنا على حاجتين، لما المغنيسيوم يتفاعل مع الدايل هيدروكلوريك اسيد والكونسنتريتد هيدروكلوريك اسيد، كان مين اللي اسرع؟ ها، مع الدايل ولا مع الكونسنتريتد؟ ها، كونسنتريتد. حد فاكر ليه؟ كان في كومباريزن مهمه ما بين الكونسنتريشن وما بين التمبريتشر. كل ما بيزيد الكونسنتريشن او يزيد التمبريتشر في الحالتين اللي السبيد بتاع الكيميكال رياكشن بيزيد، كان ايه الفرق ما بينهم؟ كان ايه بيكوز النمبر اوف موليكيول انكريز النمبر بتاع كوليزنز والموليكيول. جدع يا ملك، ده بس انت كده بتتكلمي فين، في الكونسنتريشن ولا التمبريتشر؟ في الكونسنتريشن. برافو. باي انكريزنج ذا كونسنتريشن، كل ما بزيد بزود التركيز بتاع السبستنس، مثلا بعمل مثلا كوبايه مثلا عصير، كل ما ازود معالق السكر يبقى انا بعمل سكر مركز، التركيز بتاع السكر بيزيد، صح كده؟ يبقى كل ما بزود النمبر اوف موليكيولز كل ما بيزيد الايه؟ الكونسنتريشن. كل ما بزود النمبر اوف موليكيولز كل ما بيزيد الايه؟ الكونسنتريشن. اهو يبقى باي انكريزنج كونسنتريشن النمبر اوف موليكيولز increases. طب كل ما بزود التمبريتشر حد فاكر كان ايه اللي بيزيد؟ الموفمنت. مين اللي بيقول؟ ملك برضو، صح؟ جدع. موفمنت
كل ما بزود التمبريتشر بتاخد انرجي اكتر، فالموفمنت اوف موليكيولز انكريزز برضه. موليكيولز ده كان ايه؟ ده كان جيف ريزن ايه الفرق ما بين التمبريتشر والايه والكونسنتريشن. هنا بتزيد النمبر اوف موليكيولز، هنا بتزيد الموفمنت اوف موليكيولز. خلاص. طب في الحالتين، في الحالتين سواء زاد النمبر اوف موليكيولز او زاد او زادت الايه الموفمنت اوف موليكيولز، ايه اللي هيزيد في الحالتين؟ النمبر اوف ايه؟ حد فاكر؟ كوليجنز. تمام يا نور، نمبر اوف ايه؟ كوليجنز. فتزيد الكوليجنز اللي ما بين الموليكيولز فيحصل الرياكشن. في حاله الكونسنتريشن والتمبريتشر هزودهم، هزيد السبيد. ليه؟ لان زادت النمبر اوف كوليجنز. ليه زادت النمبر اوف كوليجنز؟ عشان في حاله الكونسنتريشن انا زودت الزحمه، زحمت الموليكيولز نمبر اوف موليكيولز فخبطوا في بعض. في حاله التمبريتشر انا سرعت الموليكيولز، زودت الموفمنت بتاعت الموليكيولز فخبطوا في بعض. دي الفاكتورز افكتنج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن. ده مختصر كده الليسن 2، يونت 2 ليسن 2، يونت 1 ليسن 2. طيب نكمل. هنا طبعا كان هيديني ايه بقى في حاله الكونسنتريتد؟ هيديني ايه يا شباب؟ هيديني MgCl2 بلس H2. وطبعا هعرف منين ان هو اسرع؟ ان انا هلاقي ايه؟ مور بابلز برضو. مور بابلز. تمام كده؟ طيب بعد كلام بلاجي نمبر 3. بيقول لي the ability to roll the tongue is one of the eight traits where the attached ear lobe is one of the eight traits in the human. Dominant. Dominant والتانية recessive. Recessive. تمام. بعد نور، بعد بلاجيا يوسف. Define each of the following. Ohm's law. يوسف فاكر definition بتاع Ohm؟ مش قوي. ها حاول. هو كان ال electric current intensity. ايوه. Passing through conductor. ماله بقى؟ تمام. ما ده اللي انا عرفت افتكره. طيب تمام. الالكتريك كرنت انتنستي دايركتلي ولا انفرسلي بروبورشنال مع البوتنشال ديفرنس؟ ها. دايركتلي. تمام. كان الاثنين اتفقنا بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. ماشي؟ طيب الريشيو اللي ما بينهم، الريشيو اللي ما بين البوتنشال ديفرنس اللي ما بين التو تيرمينالز اوف ا كوندكتور اند ذا الكتريك كارنت انتنسيتي باسنج ثرو ات كانت ايكوالز مين يا يوسف؟ مش فاكر. ريزيستنس. كانت ايكوالز ريزيستنس. تمام. الميزرنج يونت بتاعتها بالاوم. تمام. الميزرنج يونت بتاعتها بالايه؟ بالاوم. طيب اللعبة دي وصل لها ازاي؟ حاولوا تمسكوا، امسكوا معايا القلم وافتكروا الأوم سيركت. أوم سيركت علينا رسمتها. ازاي رسمتها؟ كنا بنجيب باتري أو سل وبنرسمه حاجة كده اسمها ايه دي اللي أنا برسمها دي دلوقتي؟ دي ايه دي؟ ايه دي اللي أنا رسمتها؟ ها؟ resistance. اسمها انهو resistance دي ال variable resistance ولا ال fixed resistance؟ variable. variable ليها اسم تاني ال variable دي؟ rheostat. rheostat. تمام. اسمها rheostat. كانت بتعمل ايه الrheostat ديت؟ عشان ديت ليها دور اساسي في الاوم سيركت الrheostat. وده سؤال مهم. الريوستات ديت كانت كنترولز حاجه عشان ادجست حاجتين تانيين. الفاليو. ايوه كنترولز الفاليو بتاعت ايه؟ الريزيستنس. حلوه قوي. تمام يا كارين. كنترولز الفاليو بتاعت الريزيستنس عشان ادجست حاجتين تانيين. الاندنسيتي والبوتنشال ديفرنس. بوتنشال ديفرنس. تمام. تو ادجست to adjust حاجتين تانيين. مين هما؟ البوتنشال ديفرنس
والايه والكرنت انتنسيتي عشان تظبط الحاجتين التانيين دول ازاي؟ لان كل ها جاوبوني كل ما الريزيستنس دي تزيد لو زودت انا الريزيستنس اللي هيحصل للكرنت انتنسيتي والبوتنشال ديفرنس يقلوا مع بعض الاثنين دول بيقلوا مع بعض. هو قوم وصل للعبه دي كان بيتحكم في الريوستات فكان كل ما بيزود الريزيستنس يلاقي ايه يلاقي الكرنت انتنسيتي والبوتنشال ديفرنس يقلوا مع بعض. فهم كانوا بيقلوا وبيزيدوا مع بعض كانوا دايركتلي بروبورشنال مع بعض. هو ده الاومز لو بيقول ايه بيقول ايه بقى يا عم يوسف بيقول ان الالكتريك كرنت انتنسيتي از دايركتلي بروبورشنال تو البوتنشال ديفرنس. اول ديفينيشن الطويل اللي عندكم ذا الكتريك كرنت انتنسيتي باسنج ثرو ا كوندكتور is directly proportional to the potential difference across the two terminals of the conductor when the temperature is constant. طبعا الكلام دوت لما تبقى السيركت ما سخنتش لان لما السيركت هتسخن هتديني قرايات مختلفه. طب مين اللي كان بيقرا لي الانتنسيتي والايه والبوتنشال ديفرنس؟ الانتنسيتي الاميتر. اميتر وكان بيتوصل ازاي؟ سيريز بارلل. لا الاميتر سيريز. ازاي سيريز؟ ان البوزيتيف ان البوزيتيف مع النيجاتيف والنيجاتيف مع البوزيتيف. يعني ده النيجاتيف يبقى ده البوزيتيف بتاع الاميتر ماشي. وبيقرا ايه؟ بيقرا الانتنسيتي. ده اللي هيقرا الانتنسيتي اللي بتمشي في السيركت كده اهو ماشي. والفولت ميتر هو البارلل بالظبط. والفولت ميتر هو البارل. يبقى دلوقتي في كرنت انتنسيتي ماشي في الاميتر ماشي في السيركت اهو كلها الاميتر ده هيعرفه لي ماشي. طيب دلوقتي عندي حاجه تانية اهو انا رسمتها دلوقتي. مين دي؟ دي انو ريزيستنس بقى فيكس. يعني دي بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ ما بتتغيرش. دي فيكسد ايه ريزيستنس ما بتتغيرش ليها قيمه بقى محدده اللي هي الار دي يا شباب. الار دي هو في انتنسيتي معينه بتمشي في الريزيستنس ديت. في الار دي في انتنسيتي معينه بتمشي في الار دي خلاص. وطبعا عشان اقيس البوتنشال ديفرنس بجيب فولت ميتر وبعمل له سيركت لوحده يا كارين. الطريقه دي اسمها البارالل سيركت بارالل للسيركت الاصليه ماشي. طب ازاي بتبقى بارالل؟ ان النيجاتيف بيبقى مع النيجاتيف والبوزيتيف مع البوزيتيف مع البوزيتيف بالظبط كده بالشكل ده كده. ونحطه بقى ايه مثلا نحطه ال السويتش هنا ونقفل السيركت بتاعنا خلاص. فده طبعا هيقيس لي الايه هيقيس لي البوتنشال ديفرنس خلاص. فانا طبعا كل ما هغير الريوستات ديت يبقى انا بغير الريزيستنس بتاعه السيركت كلها فالانتنسيتي تتغير والبوتنشال ديفرنس بتاعها ايه يتغير. ده الاومز لو قلنا نفتكره مع بعض كده بسرعه. طيب فرح neutralization reaction يا فرح مين هو neutralization reaction؟ reaction between مين ومين to give مين ومين؟ الأسيد والألكالي. أيوة to give salt and water. salt and water. فاكرين الرياكشن يا شباب؟ فاكر الرياكشن؟ تقدري تملين الرياكشن؟ مين الأسيد اللي بنستخدمه في كل الرياكشنز بتاعتنا؟ hydrochloric acid. hydrochloric acid ها مع مين؟ صوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد. هاي قولي لي السيمبلز كده. ها هيدروكلوريك اسيد. ها HCl. ايوه مع NaOH. NaOH حلوه قوي. هيديني ايه بقى ده كده؟ نوعه ايه ده؟ نوعه دبل سبستيتيوشن يعني هيبدل راديكالز مع بعض. هيبدل راديكالز هيديني ايه؟ NaCl. NaCl plus H2O. حلوة قوي. ده neutralization reaction. Number three.
حبيبة. Chemical reaction. Chemical reaction ده أول definition عندنا في المنهج، المفروض إحنا رجعنا lesson 1. ها يعني إيه chemical reaction يا حبيبة؟ فاكرة؟ أوه. ها. It is the breaking down of bonds. أيوة، برافو. فين؟ بص دول يا حبيبة اسمهم reactant molecules، دول اسمهم reactant molecules. دول اسمهم product molecules. ايه اللي بيحصل في الكيميكال رياكشن؟ ال H وال CL ما بينهم بوند، البوند دي بتتكسر. ال NA وال OH ما بينهم بوند، البوند دي بتتكسر. فبنقولوا it's the breaking up of bonds in the reactant molecules. البريكنج ده بيحصل في الرياكتنت مولكيولز، وبعدين بعد ما اتكسرت بنلاقي ال NA تعمل بوند جديده مع ال CL and forming new bond in the product molecules. In the product molecules. وال H هتعمل بوند جديدة مع ال OH. Forming new bond. طبعا ال H2O دوت اللي هو ال HOH. هو H2O. Forming new bonds between the product molecules. يبقى it is a breaking up of bonds in the reactant molecules and forming new bonds in the product molecules. طيب. البروبلم اللي بعدها. أرجع لكم على القوانين يا شباب. قبل ما ندخلوا على الـ AI problems. بص يا شباب، احنا عندنا شوية ايه قوانين في lesson 1 في unit 2. أول قانون بتاع الـ intensity، لو حد يقدر يفكرني بسرعة يقول الـ intensity كانت equals mean divided mean. وكان عندنا قانون quantity over time. تمام، quantity over time، حلوة قوي. عندنا قانون للـ potential difference mean over mean، وعندنا قانون للريزيستنس مين اوفر مين. ها البوتنشال ديفرنس مين؟ ورك اوفر كوانتيتي. ايوه اتس از ا ورك دان تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف تشارجز. تمام. الريزيستنس بوتنشال ديفرنس اوفر الانتنسيتي. يبقى دي الايه الانتنسيتي. بعد كده من كل قانون نقدر نطلع قانونين تانيين. كذا بقى، لو انا عايز الكوانتيتي الكيو ديت هعمل ايه؟ هطلع التي فوق بالظبط، هطلعها فوق بالتايمز، يبقى الكيو ايكوالز اي تايمز تي اي تي. طب لو انا عايز التايم انا طلعته فوق هنزل مكانه الانتنسيتي. الانتنسيتي يبقى التايم هيبقى equals الكيو اوفر الاي بالشكل ده كده. عايز حاجه اتكلم فيها معاكم اللي هي اليونتس، اللي هي الايه اليونتس. هو الكوانتيتي دي لما انا احب اطلعها اطلعها بالايه؟ اطلعها بالايه يا شباب؟ امبير. لا كولوم. مين اللي بالامبير يا كريم؟ الاي الانتنسيتي. الانتنسيتي حلوه قوي. الكولوم دي بقى دي اليونت بتاعت الكوانتيتي. طب ما هو الكوانتيتي ايكوالز الانتنسيتي تايمز التايم. طب انا ينفع اقول ان الميجرنج يونت بتاعت الكوانتيتي بدل ما اقولها كولوم ينفع اقولها امبير تايمز سكند؟ ينفع ولا لا؟ ينفع. ركزوا لي بقى في الحته دي عشان دي ممكن يجيبها لي ايه؟ choose مثلا يقول لي the measuring unit of quantity of charges وممكن ما يجيبليش كولوم، ممكن ما يجيبهاش ضمن choices. وطبعا التايمز مش هيكتبها لي تايمز، هيكتبها لي دوت، هيكتبها بالشكل ده كده دوت. طيب السكند نفس الكلام، التايم الميجرنج يونت بتاعته سكند.
دي ممكن تبقى equals ايه؟ ها حد يقدر يقول لي؟ كولوم over الامبير. كولوم over امبير بالظبط. تمام يا نور؟ ده بالنسبة لأول رول. ماشي؟ طيب عندنا رول تاني بقى اللي هو بتاع البوتنشال ديفرنس. ده برضو ممكن نقدر نطلع منه ايه؟ تو رولز تانيين. ها نجيب الورك ازاي؟ نجيب ده ازاي؟ هيبقى equals ايه يا شباب؟ بالظبط. ها ال v times فرح في الكام الكام لو سمحتي فرح. ها ال v times ال a times q. والQ هتبقى equals لو أنا عايز دي هطلعها فوق ونزل الV مكانها تحت فتبقى equals W over الV ال work over the potential difference. ال work بال A ايه الميجرينج يونت بتاعته؟ جول. جول. فده ممكن يبقى equals ها مين times مين؟ فولت تايمز كولوم. كولوم بالظبط. عندي كمان الكولوم الكوانتيتي بالكولوم ممكن تبقى ايكوالز جول الجول اوفر فولت. بالظبط اوفر فولت. حلو قوي. ايه ده يعني الكولوم ممكن يبقى ليه اهو طريقتين امبير تايمز سكند او جول ديفايدد الايه الفولت. طيب حاجة كمان آخر واحد اللي هو ده الريزيستنس. لو أنا عايز أجيب طبعا البوتنشال ديفرنس اللي فوق هطلع الانتنسيتي هتبقى في اي ار بالظبط. طب لو أنا عايز الانتنسيتي هنزل ايه مكانها بالظبط يبقى أنا لو عايز الانتنسيتي هتبقى في اوفر R. ال V بالفولت اللي هو ممكن يبقى equals ampere times ohm. ohm. والintensity اللي هي بالامبير اللي هي ممكن تبقى equals الفولت divided ohm. آخر حاجة عايز أقول عليها في problems ممكن يجيب لي يا شباب في البروبلمز حاجتين ويطلب الثالثه دي سهله يعني ممكن يطلب مني مثلا ورك يجيب لي ورك ويجيب لي كوانتيتي ويطلب مني البوتنشال ديفرنس دي سهله. في بروبلمز هتقابلنا هنلاقيه بيجيب لي ثلاث حاجات ويطلب الرابعه. يعني ايه؟ يعني مثلا يجيب لي الكيو ال T وال Q وال W ويطلب مني ال V أو أنا آسف يطلب مني ال R ال resistance يجيب لي واحد اتنين تلاتة ويطلب مني الرابعة اللي هي مثلا زي ال resistance. أول step هنعملها إيه؟ هنكتبه الرول. هل في رول لل resistance غير ده؟ فيش غيره. اكتب الرول اللي ممكن تجيب منه البروبلم. resistance equals V over ال I. وبعد كده فكر هتجيب دول ازاي؟ هتجيب الاثنين دول ازاي؟ فهتلاقي عندك ممكن اجيبها من الورك اوفر كوانتيتي. بالظبط. هتلاقي ال Q over T يدوك الاثنين دول كده يدوك ال intensity. Q over T اللي هو الرول الأولاني ده. وبعد كده هتلاقي عندك ال Q مع ال W نقدر نجيب منهم ال V اللي هو الرول التاني ده. يبقى أنت جبت ال V وجبت ال I تقدر تجيب ال R. وصلت يا شباب؟ لما يجيب لي ثلاثة ويطلب الرابعة
ابتدي افكر في القانون ازاي هجيب الحاجتين بتوع القانون. تعال نشوف البروبلم دي اللي هي بيج 112 question 1c 1c. طيب بيقول لي if the work done to transfer of electric charge of 300 coulomb. مين النمبر اللي مدهوني ده يا شباب؟ مين النمبر ده؟ quantity. A quantity اللي هي ال Q. يبقى ال Q equals 300 كولوم. نبتدي نكتب الـ A givens اللي عندنا. طيب وبعدين بيقول لي between two points is 66,000 joules. مين النمبر ده؟ work اهو 66,000 joules. طالب ايه؟ calculate the potential difference. يعني هو عايز مين؟ ال symbol الفي. عايز الفي. نفكر في الرول. ايه الرول اللي هنكتبوه؟ W over Q. خلصت. ونعود ال W 66,000 وال Q 300 فهتبقى 220 فولت. ماشي. طيب انا بحسب ايه؟ potential difference. ايه اليونت يا شباب؟ فولت. هتتحاسبوا على كل ده. ايه اللي هتتحاسبوا عليه؟ هتتحاسبوا على القانون وهتتحاسبوا على التعويض ده بتاعك وهتتحاسب على القيمه واليونت. لو ما كتبتش اليونت هتنقص. حليت كله صح وما كتبتش الرول هتنقص. ماشي يا شباب؟ لازم كله يتكتب. طيب تشوز. مين اللي بعد حبيبه؟ قال له جاين. بيقول لي in adding silver nitrate solution to sodium chloride solution dot precipitate is formed from silver chloride. بفكركم يا شباب ان اي سؤال حتى لو تشوز في chemical reaction لو سمحت اكتب الكيميكال equation ممكن تساعدك. حتى لو كنت عارف السؤال اتأكد اكتب الكيميكال equation. هفكركم كده بالكيميكال equation. silver nitrate ادي ال AgNO3 plus sodium chloride ادي NaCl ادي sodium chloride. هيديني ايه ده يا شباب؟ هيحصل double substitution reaction ما بين الـ A ما بين الـ radicals. فيديني ايه؟ هيديني sodium nitrate solution و silver chloride AgCl. وده الـ precipitate. لونه ايه بقى الـ precipitate ده؟ يلو جاين. ها لونه وايت. حلو قوي. الرياكشن ده جالنا مرتين في المنهج. اول مره في الدبل سبستيتيوشن وتاني مره في الايونيك كومباوندز اللي هم فاست رياكتنج كومباوندز عشان الرياكشن بيحصل ما بين الايونز. عشان ممكن يجيب لك الرياكشن ده ويقول لك ده سريع ولا بطيء فهتقول له ده من الفاست فاست رياكشنز عشان because the reaction happens between ions. الرياكشن ده جه مرتين خلاص. طيب نمبر 2 ملك بيقول لي the adrenaline hormone is secreted from A to simulate the body's organs to respond to emergencies. Adrenal glands. تمام. نمبر 3 نور بيقول لي the charges which transmitted by a constant current with 1 ampere intensity in 1 second. 1 ampere in 1 second. مين يا نور؟
بص كده بيقول لي يا نور، ايه انت بتفكري ولا اي ام؟ لا انا بفكر. طيب نمبر 3، ها ماشي معاكي. بص كده بقوم. الاجابه، اجابه السؤال ده هتتحل ازاي؟ البدايه بيقول لي the charges، قال لي ايه charges؟ وقال لي في كلمتين كده عايز اخد بالي منهم، اللي هما ايه؟ 1 امبير. هو انا المفروض بجيب له بالرول يعني؟ ايوه ايوه بالظبط كده، 1 امبير و 1 سكند. يعني امبير يعني اول، بص كده قلت لكم في الساينتفك تيرم لما تلاقي يونت ويونت يبقى الإجابة يونت. في يونت طالعة دلوقتي كده، الإجابة يونت كولوم. كولوم هعرفها منين؟ من البداية مين اللي بيقيس لي التشارجز، عدد التشارجز؟ الكولوم. هل ممكن أستخدم رول؟ طبعا ممكن أستخدم رول. ليه؟ لأن الكيو اللي بتعبر لي عن ال quantity of charges equals I times T. ال I اللي بالأمبير وال T اللي بالسكند. ماشي؟ يبقى الكولوم. طيب نمبر 3، نمبر 4. كارين بيقول لي the oxygen gas evolves by heating a compound. انه compound من اللي قدامك دول يطلع لي oxygen. دي اللي هو الكابر هيدروكسيد. كده انا قلقت منك شوية يا كارين، قلقت منك شويه، لان ده لسه رجعنا المره اللي فاتت. كابر هيدروكسيد ده ما يطلعش اكسجين. مين البرودكت التاني اللي كان بيطلع من الكابر هيدروكسيد؟ H2O. H2O بلس. مين اللي كان كومن في كل الكومباوندز بتوع الكابر؟ كابر اوكسايد. ماشي؟ ها مين اللي هيطلع لي اكسجين من دول؟ ثانية يا نور. سي الكربونات. لا انت ما راجعتيش بقى كده، انت ما راجعتيش يا كارين، ده مش انت كارين، ده كربونات. الكابر بيسرق اكسجين ويبقي CO2. CO2 ديت مميزه قوي للكربونات، دي مميزه قوي للكربونات. لو طلع كربون دايوكسيد اعرف ان كان في كربونات. وطبعا CO لما الكابر هتسرق اكسجينيه دي CO. اخترتي كل الغلط. فاضلك ايه؟ فاضلك اتنين. مين اللي هيطلع اكسجين؟ اكيد البي. بقى ما هو الايه هتطلع اكسجين ازاي؟ ازاي؟ البي اللي هي CuSO4. لا صدقيني انت مش كارين، انت اكيد حد غير كارين، دي مش كارين اللي انا اعرفه. CU هتسرق اوهايا من هنا برضو، فيديني CuO بلس. مين اللي هيتبقى من الـ SO4؟ الـ SO3 اللي هو السلفر ترايوكسيد. سلفر ترايوكسيد مميزة قوي للسلفيت. أول تطلع سلفر ترايوكسيد يبقى عارف إن السلفيت هي اللي كان بيحصل لها ديكومبوزيشن. أمال مين اللي أنت استبعدتيها بقى؟ اللي هي الـ HGO. دي كان بيحصل لها ديكومبوزيشن، كان كل اتنين يتفكوا، كل اتنين بيديني 2HG plus O2.
ماشي، دي اول، ده اول ايكويشن كان طلع لي اكسجين جاس. الايكويشن الثانيه كانت 2 Na NO3 صوديوم نيتريت، كانت تديني 2 Na NO2 صوديوم نيترايت بلس O2. احنا المفروض نكون مش فاكرين اه حاجات تانية، بس ليسن 1 المفروض احنا راجعناه، المفروض O2. فدول الاثنين اللي هيدوني الاكسجين جاس، دول الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشنز. تمام يا كارن؟ حلي اللي بعدها يا كارن. نمبر 5، the pancreas secretes a hormone called A which reduces the level of sugar in the blood. مين الهرمون اللي reduces the level of sugar in the blood؟ انسولين. انسولين هرمون، تمام كده. هفكركم ان كان عندنا ثلاثة disorders في المنهج بتاعنا. مين الديسوردرز اللي اخذناهم؟ اخذنا الثايروكسين هرمون، وهو انا دلوقتي هتكلم على، هرجع لكم على الديسوردرز، الهرمون ديسوردرز. اخذنا ثلاثة disorders في الـ A في unit 4. اول disorder كان في الثايروكسين هرمون. ثايروكسين، مين اللي بيطلع الثايروكسين يا شباب؟ ثايروكسين هرمون. الثايرويد جلاند. ها؟ مين ما سمعت؟ ثايرويد، تمام. ثايروكسين هرمون دوت لو حصل فيه ديسوردر، لو زاد عن النورمال هيديني ايه؟ هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي حاجه اسمها اكزو سالميك، اكزو سالميك. ها حد فاكر اسمه اكزو سالميك ايه؟ جويتر. حلوه قوي. لو قل هيديني حاجه اسمها سمبل جويتر. تمام، سمبل جويتر ده اول واحد. تاني ديسوردر اخدناه، هو ده مش اول ديسوردر، ايش ده كان تاني واحد. اول واحد كنا واخدين اللي هو الجروث، في الجروث هرمون، في الجروث هرمون. الجروث هرمون كان فيه اتنين ديسوردر برضو، لو زاد هيعمل ايه؟ ها هيعمل مرض اسمه جايجانتزم. جايجانتزم، تمام. هيعمل حاجه اسمها جايجان تزم. طب لو قل دورفيزم. حلوه قوي، دورفيزم. اخر هرمون ديسوردر بقى اخذنا فيه لما يقل بس، اللي هو مين؟ الانسولين هرمون. انسولين هرمون اخذنا فيه ايه بقى؟ لما يقل بس، ده ما بيحصلش فيه ان هو بيزيد. الانسولين هرمون ده لو قل بس هيحصل ايه؟ ها؟ diabetes. حلوة قوي، هيعمل diabetes disease. ادي احنا بنعمل revision. دول الديسوردرز اللي اخدناهم. نكمل. بيقول لي ايه؟ دي بيج 113 question 2B. خلي بالكو احنا الريفيجن الطويلة ممكن تاخد، تبقى في اول امتحان او في تاني امتحان. بعد كده هتلاقونا رجعنا على حاجات كتير، مش هضطر اشرح تاني الحاجات ديت. طيب المهم تذكروا الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. بيقول لي ايه؟ A battery of three similar cells. ده هنا مديني ايه؟ مديني number of batteries. Number of batteries قد ايه؟ 3 في 3 cells. بيقول لي the electromotive force of each cell is 1.5 volt. ال EMF بتاعت كل واحدة equals 1.5 volt.
عايز ايه يا عم؟ بيقول لي calculate the total electromotive force of the cell when they are connected in series او parallel. وبيقول لي write the used rule in each case. بيقول لي وريني كده لو توصلوا series ولو توصلوا parallel. طب تعالى نشوفوا الرسم في حته الايه السيريز. وطلعوا ورقه وقلم وارسموا معايا في السيريز وفي الايه وفي البارالل. ايه الفرق اللي ما بين الاثنين؟ السيريز هيبقوا ثلاثه جنب بعض وهتطلعوا 3. ثلاثه جنب بعض بس مش اي رسمه وخلاص، مش اي جنب بعض، صح؟ ثلاثه جنب بعض ازاي؟ بحيث ان البوزيتيف في النيجاتيف. ادي كده دي سل، ده البوزيتيف بتاعها، ده النيجاتيف بتاعها. ماشي؟ وهرسم كام واحده؟ ثلاثه. محدش ينسى بس النمبر عشان انت مع النيجاتيف. واه يبقى البوزيتيف الثاني بتاع الثاني مع النيجاتيف الاولاني. بالشكل ده كده. يعني بوزيتيف نيجاتيف. طلع لي 4.5. بالظبط، فبقى عندي باتري ادي البوزيتيف بول بتاعها وادي النيجاتيف بول بتاعها. بقى دي كده بوزيتيف وده النيجاتيف. ودي طبعا 1.5 فولت، دي 1.5 فولت، ودي نفس الكلام 1.5 فولت. طيب مين الرول اللي هستخدمه؟ الرول بقى وبيقول لي اكتب الرول. فالرول بيقول ان الاي ام اف بتاعت الباتري كلها كان بتبقى ايكوالز النمبر تايمز الاي ام اف بتاعت وان اوف ذيم، بتاعت واحده بس، فتبقى ايكوالز النمبر كام؟ 3 سيلز. طب الالكتروموتيف فورس بتاعت كل واحده 1.5، فيبقى equals 4.5 فولت. ده الرول اللي بستخدمه. عشان كده يقول لك الالكتروموتيف فورس في السيريز كونكشن بيبقى كبير. ليه بيديني الكتروموتيف فورس كبير؟ عشان بيبقى عباره عن الصم بتاع الالكتروموتيف فورسز بتاعه الايه؟ بتاعه السيلز 1.5 بلس 1.5 بلس 1.5. فبيديني هاي الكتروموتيف فورس، ده بيديني هاي اي ام اف، ودي عليها جيف ريزن. لكن البارالل بيديني لو اي ام اف عشان بيبقى ايكوالز الاي ام اف اوف وان اوف ذيم. طب بتترسم ازاي البارالل؟ ثلاثه فوق كل البوزيتيف والبوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. بالظبط، كل البوزيتيف مع بعضه وكل النيجاتيف مع بعضه. ادي البوزيتيف انا وصلته كلهم مع بعضه، ادي بوزيتيف بوزيتيف. بنرسموها كده يا شباب، ما حدش يقلل اي حاجه في الامتحان. يبقى ده البوزيتيف بول بتاع الباتري، وده كمان نفس الكلام، ادي النيجاتيف بول بتاع الايه؟ بتاع الباتري. ادي النيجاتيف، نيجاتيف مع النيجاتيف مع النيجاتيف، فيبقى ده الايه؟ ده النيجاتيف بول. كل واحده طبعا 1.5. طب مين الرول اللي بستخدمه وبقول ان الاي ام اف بتاعت الباتري بتبقى ايكوالز الاي ام اف اوف وان اوف ذيم، عشان كده بيديني ايه؟ لو اي ام اف، فبيبقى ايكوالز 1.5 فولت. وده الرول اللي ايه؟ اللي طالبه. فده طبعا عليه ايه؟ عليه درجه. ادي احنا كده بنعمل ريفيجن. وات هابنز؟ مين اللي عليه الدور؟ مين اخر واحد؟ كارين. يبقى بلاجي. What happens when؟ بيقول لي putting a small piece of sodium in a beaker containing water illustrating the products. بيقول لي اللي يحصل لما تحط a piece of sodium مع ميه، اللي يحصل يا بلاجي؟ دي هكتب equation. ماشي جدعه، برافو، هكتب equation. ايه الايكويشن؟ بتقول ان الصوديوم بلس ال H2O. بس طبعا دي كانت الايكويجن اللي كلها تهاد برضو مع ايكويجن تانية، يعني هنكتب هنا 2 وهنا 2 وهيديني ها يديني ايه بقى يا بلاجيا؟ 2 ان ايه؟ ايوه او اتش. جبناها ازاي؟ ان ده صوديوم وده اتش او اتش، فالصوديوم مور اكتف ذان الهيدروجين، فهو سبستيتيوتس الهيدروجين
ويقعد مع الـ OH هيطلع ده بره ويقعد مع الـ OH ماشي؟ فالاتنين صوديوم هيطردوا اتنين هيدروجين وفي الآخر هيربطوا مع بعض ويديني H2 الاتنين هيدروجين يربطوا مع بعض يديني H2 evolves plus heat. خلي بالكو دي equation كلها توهات equation كلها توهات ما تنسوش التوهات بتاعتها في equation تانية هفكركم بيها برضو كلها توهات او H2 plus heat نعم H2 plus heat كتبتها في واحد نعم نعم يا نور عندك سؤال في equation ايه اللي plus heat plus heat لان لما بحط ال piece of sodium ده انا هقول الاجابه دلوقتي حاضر ليه plus heat في equation تانية برضو كان كلها توهات اللي هي كانت الاسيد مع السولت في الدبل substitution reaction الاسيد اللي هو ال HCl مع السولت اللي هو ال Na2CO3 فكان ده بيديني NaCl plus H2O plus CO2 الإكويجن دي كان كلها توهات برضو فين التوهات؟ ادي هو التوهات ادي 2 2 2 2 2 دول الاتنين اللي فيهم التوهات يا شباب عشان برضو ايه تميزوهم ندخلوا برضو ايه حافظين طبعا بعد ما نفهمه يعني انا بدخلكم حافظين عشان نبقى بنخلص برضو الايه الامتحان بسرعه يعني ما ياخدش معانا وقت دي equations كلها توهات طيب نرجع بقى للسؤال بيقول لي ايه اللي هيحصل لما نحط piece of sodium على الووتر فانت قلت لي اول حاجه لازم نكتب الايكويشن دي طبعا خطوه ممتازه ها ايه اللي هيحصل هنقوله ايه ايه نوع الرياكشن ده يا بلاجيا thermal decomposition ولا substitution ولا oxidation reduction نقول ان الصوديوم substitute الهيدروجين الله ينور عليك يبقى انت كده بينتي له ان ده substitution فبنقول ان الصوديوم ده substitutes the hydrogen of water صوديوم substitutes يا شباب the hydrogen of water producing ها قولي لي بقى البرودكتس ها producing sodium hydroxide and hydrogen gas evolve which بيحصل له ايه بقى بنكشف عنه ازاي ده by heating لا which burns عشان كده بنقوله plus heat ده بيطلع fire which burns with a pop sound with a pop sound عشان كده بنكتب معاه heat يا نور plus heat عشان في فاير بتطلع يبقى تاني ايه الانسر بنقوله صوديوم substitutes الهيدروجين the hydrogen of water producing sodium hydroxide and the hydrogen gas evolves which burns with a pop sound number two يوسف بيقول لي decreasing of secretion of growth hormone at the childhood لسه قايلها من شويه The body stops growing, so the body becomes a dwarf. بالظبط. The body stops growing and the person becomes a dwarf. هيقف النمو بتاع الجسم, the bones والmuscles والorgans, والperson هيبقى قزم, dwarf. تمام يا يوسف. Number three. مين بعد يوسف فرح. Adding manganese dioxide to a test tube containing hydrogen peroxide. ايه اللي هيحصل فاكره مش فاكره حلوه قوي في الكاتاليست في الكاتاليست في يونت 1 ليسن 2 دي يونت 1 ليسن 2 في الكاتاليست يا شباب اتكلمنا على نوع من الكاتاليست اسمه بوزيتيف كاتاليست بوزيتيف كاتاليست مين البوزيتيف كاتاليست The chemical substance that speeds up the speed of chemical reaction. ده بيسرع بس. The positive catalyst speeds up. بيسرع.
اتكلمنا على حاجتين في البوزيتيف كاتاليستس، على تو اكزامبلز من البوزيتيف كاتاليستس. اتكلمنا على واحد اسمه، تحفظوا لي الاسامي دي، واحد اسمه مانجانيز دايوكسيد، السيمبل بتاعه MnO2، مانجانيز دايوكسيد. المانجانيز دايوكسيد عملنا معاه اكتيفيتي، جبنا تو تست تيوبس، التو تست تيوبس ديت حطينا فيها اماونت، تو ايكوال اماونتس اوف سبستانس اسمها هيدروجين بيروكسيد، هيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد دي يا شباب اسمها الكيميكال، الكومن نيم اسمه اكسجين ووتر، ميه اكسجين، اكسجين ووتر. ناخدوها بقى كوبي بيست تاني بقى الحته دي كده اللي انا عملتها عشان هنستخدموها تاني دلوقتي. هي مش ميه الاكسجين دي بس اسمها بتسرع البروسيس؟ نعم، اللي هي الاكسجين ووتر بتعمل سبيدنج اب للبروسيس. بتعمل ايه؟ سبيدنج اب. لا، هي اللي بيحصل لها الديكومبوزيشن. مين اللي هيسرع؟ المنجنيز دايوكسيد. فهمتي؟ دي اللي هتسرع، المنجنيز دايوكسيد هي اللي بتسرع. ماشي؟ طيب، نجيبوا الاكسجين ووتر دي نحطوها ايه هنا كده عشان ايه الزنقه. ادي الاكسجين ووتر. تاني عملنا ايه؟ جبنا تو ايكوال اماونتس اوف هيدروجين بيروكسيد في اتنين تيست تيوب، دي فيها هيدروجين بيروكسيد ودي فيها هيدروجين بيروكسيد. بس عملنا ايه؟ حطينا في واحده من الاثنين، حطينا منجنيز دايوكسيد، دي فيها المنجنيز دايوكسيد والثانيه ما فيهاش منجنيز دايوكسيد. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لقينا حصل ديكومبوزيشن للهيدروجين بيروكسيد سريع في حاله المنجنيز دايوكسيد. يعني حصل ايه؟ لقينا هنا بابلز، لقينا بابلز وفوران سريع بيحصل هنا. هنا ما لقيناش. واحده كان فيها منجنيز دايوكسيد، واحده ما كانش فيها. اللي كان فيها حصل فيها بابلز، اللي ما كانش فيها المنجنيز دايوكسيد ما حصلش فيها بابلز. ده معناه ايه؟ معناه ان الهيدروجين بيروكسيد دوت اتفكك بسرعه. طب لما بيتفكك، بيتفكك لايه وايه؟ بيتفكك لاكسجين ووتر. بيتفكك لايه؟ لاكسجين ووتر. فايه اجابه السؤال؟ لما بحط منجنيز دايوكسيد لتست تيوب فيها هيدروجين بيروكسيد، فبقول it speeds up the decomposition of hydrogen peroxide into oxygen and water. هكتب لكم الانسر عشان تثبت في دماغكم. المنجنيز دايوكسيد دوت بيعمل ايه؟ بقول it speeds up، بيسرع، لان ده شباب positive catalyst يبقى بيسرع. بيسرع ايه؟ the decomposition، التفكيك، decomposition the decomposition of hydrogen peroxide، hydrogen peroxide. هيفكوا الايه وايه يا شباب؟ into oxygen water. بالظبط، into oxygen and water. بيعمل ايه المنجنيز دايوكسيد دوت؟ it speeds up. ماشي، عشان هو بيشتغل as a positive catalyst. نقوله طبعا it acts as a positive catalyst which speeds up. It acts as اهو، it acts as الاول a positive catalyst that speeds up the decomposition of hydrogen peroxide into a
oxygen and water. طيب example تاني من ال positive catalysts حاجة جوه جسمنا بقى. احنا اخدنا المنجنيز دايوكسيد. ايه اللي جوه جسمنا بيسرع الكيميكال رياكشنز اللي جوه جسمنا؟ انزيمز. الانزيمز تمام. الانزيمز ديت عباره عن بوزيتيف كاتاليستس. ماشي انزيمز. طيب عملنا نفس الاكتيفيتي ديت الهيدروجين بيروكسيد اللي في اتنين تست تيوب، بس في واحده منهم حطينا a piece of sweet potato. حطينا في واحدة منهم sweet potato اللي هي بطاطا، حتة بطاطا يعني sweet potato. السويت بوتيتو ديت جواها انزيم. حد فاكر اسم الانزيم اللي جوه السويت بوتيتو؟ اسمه اوكسيدايز انزيم. تحفظوا لي اسم الانزيم دوت زي اسمكم، اوكسيدايز انزيم. ماشي كده يا شباب. ايه اللي حصل؟ بنلاقي في بابلز هنا برضو، في بابلز في حاله السويت بوتيتو، وهنا مفيش بابلز في التيوب اللي ما فيهاش السويت بوتيتو. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الاوكسيدايز انزيم اللي في السويت بوتيتو عمل ايه؟ acts as a positive catalyst. A positive catalyst that بيعمل ايه؟ speeds up the decomposition of hydrogen peroxide into oxygen and water. ففي more bubbles من الاكسجين طلعت. اتفهمت اللعبه يا شباب؟ ده الايه؟ البوزيتيف كاتاليست. تمام يا فرح؟ ساينتفك تيرم يا فرح، حل دي يا فرح. The flow of electric negative charges in a conducting substance. لما الالكترونز تمشي في conducting substance. ده اسمه ايه يا فرح؟ electric current. electric current. تمام. حبيبة. Number two. The hormone that is responsible for the appearance of the male secondary sex characteristics. مين المسؤول عن الصفات بتاعت الميل دي الحصة اللي فاتت؟ هرمون اسمه ايه؟ حبيبة. اسمه ايه يا شباب؟ تستوستيرون. تستوستيرون. تمام يا كارن. تستوستيرون. حبيبة جاوبيني يا حبيبة. نمبر 3 بيقول لي a chemical process through which the atom loses one electron or more during the chemical reaction. ايه الكيميكال بروسس اللي بيحصل فيها losing electrons؟ ها اسمها ايه؟ oxidation process. oxidation process. تمام يا حبيبة. لوجين بيقول لي it's the current intensity passing through a conductor whose resistance is 1 ohm with potential difference 1 volt. Ampere. Ampere. تمام حلو. بصوا تاني اهو. انا عارف ان انتوا خلاص عرفتوا الطريقة. قال لي هو current. current intensity. current intensity. دي بداية السؤال. قال لي a current intensity. واداني في ال definition دوت قال لي 1 ohm. 1 ohm. و 1 فولت. لقينا يونت ويونت، يبقى الإجابة أكيد يونت. هنا في يونت طلعالي. اليونت دي أعرفها منين؟ من بداية السؤال the current intensity اللي هو الآي. هيتقاس بإيه؟ بالأمبير.
تمام يا شباب؟ طب تحبوا نتأكدوا؟ آه الآي equals الفي اللي هي الفولت دي اللي بتتقاس بالفولت في over الآر اللي هي بتتقاس بالأوم بعد اللوجين. ملك the yard DNA parts. خلص السؤال. جينز. جينز تمام. مين اللي استخدم الاسم بتاع الجينز؟ مين اللي استخدم مصطلح جينز بدل فاكتورز؟ جونسون. جونسون تمام. ومين اللي عمل الموديل بتاع الدي ان اي؟ واتسون وكريك. واتسون اند كريك تمام. ومين اللي قال هاو ذا جين دو اتس فانكشن؟ تاتم وبدل. برافو يا ملك. تاتم اند بدل. نور نمبر 6. اتس ان الكتريك كارنت with constant intensity and flows in one direction through the electric circuit. أنواع الإلكتريك كارنت. حد عارف؟ كارنت دايركت. برافو. كان عندنا يا شباب نوعين من الإلكتريك كارنت A C alternating والدايركت ودايركت ودي سي. اي سي ودي سي الالترناتينج والدايركت. ده كان فاريبل. ده كان فاريبل في حاجتين. مين هما؟ الانتنسيتي والدايركشن. الدايركشن بتاعته بتتغير والانتنسيتي بتتغير. وده كان كونستنت. الدايركت ده كان كونستنت في حاجتين، في الانتنسيتي وبرده الدايركشن. كانت في بوينتس ثانيه طبعا. كان الالترناتنج يتنقل، كان بيترانسفيرد فور لونج اور شورت ديستانسز، لكن الدايركت فور شورت ديستانسز اونلي. كان الالترناتنج كارنت كان بي كونفرتد انتو دايركت، لكن الدايركت cannot be converted into alternating. Alternating current used for lighting houses and operating electric appliances. أقدر أستخدمه إن أنا أعمل lighting وأشغل بيه الأجهزة. DC is used for حاجة اسمها electroplating process. كنت بستخدمه في عملية الطلاء الكهربي، إن أنا أطلي المعادن. Electroplating process and operating some electric appliances. وشغل بعض الأجهزة، الأجهزة البسيطة الصغيرة بتشتغل بالحجارة. That DC. الكمبارزن ده أنا قلت لكم ساعات عليها مهمة جدا. DC والAC سهلة ومهمة. وكان في كمان، كان في جراف مهم ما بين الAC والDC. الالترناتنج كارنت، انا من رايي ان الجراف دوت مش عارف احساس يعني، مش اكتر ان هو يجي في الامتحان يعني. ده بيترسم ازاي الجراف في الالترناتنج وفي الدي سي؟ في الدايركت. في الدايركت يترسم ازاي؟ ستريت لاين. فين يا نور؟ في الدي سي ولا الاي سي؟ الدي سي. الدي سي ستريت لاين ماله بقى؟ بارالل مع التايم كده اهو. طب والالترناتنج كارنت هيترسم ازاي؟ كيرف ويف كده، هيترسم ويف. ترسم ويف تمام. برضو دي ايه؟ دي مهمه، الرسمه دي مهمه. طيب نكمل. compare between each of the following. مين اللي عليه يا شباب؟ مين اخر واحد جاوب؟ نور كارين بقى. يلا. thyroxin hormone and calcitonin hormone according to their function. الثيروكسين. أيوة. They liberate the energy from food burning. Bravo. Liberate energy from food burning. البروسيس دي تفتكري اسمها كارين؟
اسمها food. لا البروسيس لازم تعرفي اسمها food assimilation. food assimilation process ده اللي هو اللي هي the process of liberating or releasing energy from food burning. تمام. ده بتاع thyroxine هرمون اللي بيطلع من الثايرويد جلاند. تمام. والكالسيتونين هرمون ها بيعمل ايه من اسمه؟ controls the level of calcium in blood. برافو. controls the level of calcium in blood. والاثنين بيطلعوا من الثايرويد جلاند. تمام يا كارين. بلاجي. covalent and ionic compounds دي انا قلتها النهارده according to the speed of reaction. ها عايزين definition كده. مين هما الـ ionic compounds؟ they are fast ولا slow reacting compounds؟ الـ ionic fast reacting compounds. ها because the reaction happens between two bonds. نعم نعم قلتي ايه يا بلاجيا؟ ions. تمام. طب قولي لي بقى الكوفالنت كومباوندز، قولي لي الديفينيشن بتاع الكوفالنت كومباوندز انت. The slow reaction. Bro, they are slow reacting compounds. Slow reacting compounds. كملي. Between two compounds. Because the reaction happens between two compounds. لا happens between molecules. Happens between a molecules. Covalent compounds مش بيتكسروا الأيونز. تمام. Rewrite the following. يوسف. The traits that are not transmitted from one generation to another are called acquired traits. Acquired. تمام. Number two. فرح. For public, the maximum safe dose of nuclear radiation should not exceed 20 millisievert per year. One. أمال ال 20 ديت مين ممكن ياخدها يعني؟ مسموح بها لمين بس؟ مش فاكرة صح؟ يونت 2 ليسون 3 ده بتاعكو ده بتاعكو انتوا اللي هتشتغلوا فيه لوحدكو. ده مش هرجع فيه حاجة. ده انتوا ده حفظ. ده درس كده حفظ كله. هترجعوا لوحدكم ده. هقول لكم عليه في الاخر. بصوا كده الراديشن اخذنا البابليك ياخده لغايه 1 ملي سيفرت. لكن الوركرز اللي بنقول عليهم radiologists. radiologists دول اللي هم ال workers في النوكلير انرجي دول ياخدوا لغاية 20 ملي سيفرت. لان احنا قلنا ساعتها البابليك دول ممكن يبقى طفل صغير، ممكن يبقى واحدة حامل، ممكن واحد يبقى عجوز. فالبابليك مش محددين خلاص. لكن الوركرز بيبقوا بسن معين ولازم بصحة معينة ماشي، ممكن ياخدوا لغاية 20 ملي سيفرت. تمام كده. طيب فرح برضو. فولت ميتر is connected in the electric circuit in parallel. طيب number four حبيبة. Pituitary gland exists below the pituitary gland exists between exists below the A. فين ال pituitary gland يا حبيبة؟ Brain below the brain. تمام. أرجع لكم على اللوكيشن. اللوكيشنز بتاعت الجلاندز. اللوكيشنز بسرعة. قلنا البيتوتري دي فكروني، قلنا below the brain. below the
brain. طيب حد فاكر الثايرويد فين؟ عند الأسافاجس؟ لا النك بالضبط in front of the neck on both sides of me الأسافاجس أساسا اللي هي On both sides of mean يا شباب. Okay. تمام. يبقى أول واحدة عند البرين، الثانية عند النك. On both sides of A trachea. طيب بعد كده اتكلمنا على البنكرياس. ها ده between مين ومين؟ كان between الستومك والسمول intestine. تمام. Stomach. And a small intestine. ده اللي عند الديودينم ده. Small intestine. بس احنا مش علينا اسم الديودينم. Intestine. ده البنكرياس. دي الحاجات اللي عندنا. عندنا كمان الادرينال. الادرينال جلاند. فوق الكدني. بالظبط. Adhere above the kidneys. Adhere. لازقين. Adhere. Above or by the top of the kidneys, above the A kidneys. حلو قوي. نكمل. لجين. Number five بيقول لي إيه؟ Ohmmeter is used to measure the current intensity. ها مين بيقيس current intensity يا لجين؟ أميتر. أميتر. تمام. أمال الأوميتر ده بتاع إيه؟ بيقيس إيه؟ من اسمه كده. Resistance. طب والفولت ميتر؟ تمام صح الأوميتر بتاع resistance. الفولت ميتر بيقيس إيه؟ الـ A اللي بيقيس؟ فولت ميتر. فولت ميتر used to measure A. فولت ميتر. البوتنشال ديفرنس تمام بوتنشال ديفرنس برافو او ايه ها الاي ام اف الاي ام اف تمام يا لوجين الاي ام اف اللي هي اسمها الالكتروموتيف فورس امال مين اللي كنترولز الريزيستنس يا لوجين احنا قلنا الاوميتر ركزوا الاوميتر لوجين قالت لي ميجرز الريزيستنس الأوميتر بيقيس الريزيستنس طب مين اللي كنترولز الريزيستنس الريوستات تمام اللي هي الفاريبل ريزيستنس طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه explain on the basis of genetic principles the result of self pollination in pea plants of hybrid yellow seeds ملك بيقول لي self pollination of hybrid yellow seeds. بيقول لي showing the genetic structure of parents and produced individuals. قول لي الparents والindividuals الgenetic structure بتاعهم هيبقى عامل ازاي؟ الparents يا ترى بيقول لي self pollination لparents كانوا hybrid yellow seeds. يا ترى الgenetic structure بتاعهم هيبقى عامل ازاي؟ Y capital Y small بالظبط Y capital Y small والتاني Y capital Y small دول الاثنين هو قال لي الاثنين hybrid yellow seeds نعم هو هيجيب لنا الحاجات يعني الحاجات دي ولا ممكن يقول يجيب لنا حاجة تانية يقول لنا ان ده dominant او ده recessive واحنا نعملها ممكن يقول لك مثلا فار مثلا يجيب لك صفات في فار مثلا يقول لك فار عينه خضراء والتاني عينه حمراء عادي مش مشكلة يعني ويقول لك مثلا العين الخضراء الجين بتاعها الرمز بتاعها كده والعين الحمراء الجين بتاعها الرمز بتاعها كده مش هيقول لك dominant وrecessive فانت هتستنتجي بقى مين الدوميننت الخضراء ولا الحمراء الكابيتال طبعا
لازم تستنتجي حاجة. مش لا مش لازم يقول لك مين dominant ومين recessive. خلاص؟ وممكن العكس، وممكن العكس برضو. يعني ممكن يقول لك الدوميننت والريسيسيف وانت اللي تكتبي الكابيتال والسمول، بس لازم لو حاجه مش عليكي، لو حاجه مش عليكي هيديكي معلومه من الاثنين، يا اما يديكي الرمز يا اما يقول لك مين الدوميننت ومين الريسيسيف، دي حاجه. لكن لو حاجه من الحاجات اللي تحفظيها اللي عليكي هيبقى لازم، او ممكن ما يقولكيش اللي هم مين، اللي هم الصفات بتاعت البي بلانت يا كارن، في سبعه بتوع البي بلانت وبتوع الهيومن، في شويه صفات عليك تحفظيهم في البي بلانت وفي الهيومن. هنا ممكن ما يقولكيش مين الدوميننت ومين الريسيسيف. وصلت؟ طيب اوكي حلو قوي. طيب في الجاميتس هيحصل ايه في الجاميتس يا ملك؟ هيحصل حاجه اسمها ايه؟ هيتقسم. اسمها ايه بقى يتقسموا دي؟ اسمها ايه؟ عايز اسم علمي للكلام ده. سيجريجيت. برافو، اسمها segregation. segregation دي مش لازم نكتبوها، دي انا بعملها revision. segregation of factors يعني ايه؟ يعني لو الباشا ده هيطلع pollen grains يبقى كل pollen grain يشيله جين، يبقى هيبقى عندي pollen grain شايل الجين بتاع اليالو سيدز و pollen grain شايل السيدز بتاع الجرين. وكمان البيرنت الثاني لما يطلع اوفا يبقى في اوفا عندي بتشيل الجينز بتاع اليالو سيدز، والاوفا الثانيه الاوفا من الثانيه تطلع لي الجينز بتاعه الايه جرين سيدز. دول الايه الجاميتس. طب الفيليال الانديفيديوالز ها هتبقى ايه بقى؟ تبقى واي كابيتال. واي كابيتال ايوه واي كابيتال. واي كابيتال واي كابيتال واي سمول. ايوه واي سمول واي سمول واي كابيتال واي سمول. ثانيه واي سمول واي سمول ليه؟ ادي دي كده الاثنين واي كابيتال، وادي دي كده الواي كابيتال واي سمول، وادي دول كده واي كابيتال واي سمول ثاني، وادي الواي سمول واي سمول. فطلعوا ايه؟ طلعت الريشيو اللي احنا عارفينها اللي هم 75 25 recessive. او كنا بنقولوها في ريشيو تانية، حد فاكرها الريشيو التانية اللي كنا بنقولوها بطريقة تانية؟ 3 to 1 ماشي، اللي هم 3 to 1 dominant، دي كده dominant ودي ايه؟ recessive. لا انا اقصد في حاجة تانية كنا ممكن نقولوها 50-50. كنا ممكن نقولوها 50-50، بس هنقولها 50-50 عشان واي اللي هي 50 بيور و 50 هايبريد و بيور. تمام، هايبريد و بيور. تمام، هايبريد و بيور. ليه؟ لأن ممكن أدي واحد بيور وأدي واحد بيور فبقى عندي اتنين بيور، وأدي واحد هايبريد وواحد هايبريد فبقى اتنين هايبريد، فممكن الريشيو تتكتب كده او تتكتب كده. خلاص، ده السكند جينيريشن ده ولا الفيرست جينيريشن يا ملك؟ ده الفيرست جينيريشن. لا فاقصد في تجربه مندل ده السكند جينيريشن بتاع مندل، اهو السكند جينيريشن بتاع المندلز اكسبيرمنت جينيريشن، ده بتاع المندل، مندل غريغور مندل. ماشي، مندل ايه اكسبيرمنت ايه ده ميدل. ماشي مندل. طيب بيقول لي give reason for north the rate of chemical reaction increases by increasing the concentration of reactants. قلتها النهارده. بيقول لي ليه لما بزود الكونسنتريشن السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن بتبقى سريعه؟ ليه؟ By increasing the concentration of reactants. ها، ايه اللي هيزيد وبعد كده ايه اللي هيزيد فالسبيد بتزيد؟
جبتها لك اهو. بس كده هنقوله ايه؟ Because by increasing the concentration of reactants, by increasing the concentration of reactants, the number of molecules of reactants increases. لا، كل ما نزود ال concentration يبقى بنزود ال number of molecules، يعني بنسحمه ال molecules. بدل ما حطيتي معلقة سكر في الكوباية حطيتي 10 معالق سكر، فبقى مركز وزحمتي ال molecules بتاعت السكر. So the number of collisions between molecules increases and the speed of chemical reaction increases. كل ما نزود ال concentration نزود ال number of molecules، بنزود ال collisions فالسبيد بتزيد. صعبة يا نور؟ طيب نور قولي لي بقى، give reason التانية. Hormones are secreted in the body by some organs called endocrine or ductless glands. ليه الجلاندز اللي بتطلع الهرمونز سميناها ductless glands؟ خلي بالكوا الغرض من السؤال مش هي ليه بتطلع هرمونز، لا، هي ليه اسمها ductless glands. ليه يا نور؟ حد عارف؟ هو اللي انا عارفه ان هي الهرمون تبقى سيكريتد الاسم بالجلاندز دول، مش اللي هي الهرمونات عشان بيطلع عن طريق البلد. ايوه فاضل، صح، بيطلع في البلد، فاضل كلمتين بس. Without ducts. تمام يا كارين، without ducts. Without ducts. Because هنقوله هم ليه سموهم، هي اسمها غدد صماء، صماء يعني من ماشي ملهاش انبوبه، without ducts. فبنقوله because they secrete their hormones directly in the blood without ducts. بيطلعوا الهرمونز بتاعتهم في البلد على طول، مش محتاجين لدكتس، عشان كده سميناهم endocrine glands. طيب كل ده يا مستر قعدنا في امتحان؟ لا احنا مش قعدنا في امتحان، كل ده مش ساعه الا تلت احنا في امتحان، لا احنا كل ده عمالين نشرحه حاجات في المنهج. طيب الامتحان اللي بعده جيزه هنخلصه التاني يا شباب، ها، عشان نبقى عاملين حسابنا بس. كارين نمبر 1 في الكومبليت بيقول ذا بي بلانت از كاركترايزد باي It can be easily A and its short life cycle. Planted. خلي بالكو ال pea plant، مندل اختار ال pea plant بسبب شوية صفات فيه. هو can be easily planted. Its life cycle is short and grows fast. Produces large number of individuals in a generation. Can be self-pollinated or can be mixed pollinated عشان هو كان hermaphrodite. Produces أنا آسف it has many pairs of contrasting traits. كان عنده contrasting traits واضحة. برضو سؤال لازم يتحفظ أكيد هيمر علينا. Number two بلاجين The hormone controls the speed of growth rate of body muscles and bones. Is a hormone? Growth. Yusuf The dots effects of radiation is a result of a changing in the sex chromosomes composition of the cell. Genetic effects. كان في 3 effects. كان في حاجة اسمها physical effects, genetic effects, وcellular effects. التلاتة دول كانوا نتيجة small dosage في long time ولا العكس؟ تفتكر؟ لا ده كان نتيجة large dosage في short time. زي مثلا قلت لكم لو واحدة حامل دخلت تعمل أشعة، دخلت تعمل أشعة، ده كده بتاخد large dosage في short time، فده ممكن يعمل genetic effects، ممكن يبوظ يطلع جنين مشوه، فده يعمل genetic effects. ده إيه؟ أخد الدوسج كبيرة مرة واحدة كده في short time. ماشي؟ طيب نكمل. Number four. لا مستر مش هي مش دي حمول. Large dosage في short time. مش دول اللي هم الفيزيكال effect والجينيتيك effect؟
الفيزيكال افكتس والجينيتيك افكتس والسيلولار افكتس. مش دول كانوا سمول لونج تايم؟ دول سمول دوسج فور لونج تايم. انا اسف سمول دوسج فور لونج تايم. انا اسف اللي كان لارج دوسج فور شورت تايم كان اللي هو كان اللي بيأثر على البون مارو. تمام يا ملك، برافو يا ملك. اللي كان بيأثر على البون مارو اللي هو وكان بيأثر على الريد بلاد سيلز وطبعا النيرفس سيستم والسبلين، السنترال نيرفس سيستم والسبلين. نمبر 4 دي احنا قلناها الامتحان اللي فات اللي هو النيوتراليزيشن رياكشن صوديوم هيدروكسيد وطبعا ال HCl، مش هنقوله تاني. كومبير بتوين، مين اللي عليه الدور يا شباب؟ فرح. ميتال اوكسايد وميتال هيدروكسيد ان فيو اوف ثيرمال ديكومبوزيشن. الميتال هيدروكسيد لما يتفك يديني ايه؟ والميتال هيدروكسيد يديني ايه؟ ميتال اوكسايد يديني ايه والهيدروكسيد يديني ايه؟ هو الميتال اوكسايد بيديني ميتال الاكسجين. الميتال اوكسايد، برافو. وطبعا هنكتب له الايكويشن دي، خلاص. الميتال اوكسايد هيديني ميتال واكسجين وهنكتب له الايكويشن. والميتال هيدروكسايد ميتال اوكسايد ووتر فيبر. بالظبط، هيديني الميتال اوكسايد ووتر فيبر وهنكتب له الايكويشن الاولانيه دي، خلاص. هو لازم اكتب له الايكويشن ولا ده عشان يعني؟ لازم give reason what happen compare. هنكتب equations complete choose الحاجات ديت، هنكتبوا الايكويشن عشان ايه بقى؟ نتاكدوا بس من الاجابات بتاعتنا، عشان الايكويشن بتساعدنا غالبا في الحل. نمبر 2 direct alternating current in view of graph represent each type of current. دي انا لسه قايلها، الجراف اهو، عايز الجراف ده، الجرافين دول، ده وده، دي برضو انا لسه قايلها. طيب what is mean by electromotive force of electric cell is 1.1 volt. مين اللي عليه الدور حبيبه؟ معناه الالكتروموتيف فورس اوف الكتريك سيل از 1.1 فولت. فاكره يا حبيبه؟ ها حبيبه؟ ايوه. That means that potential difference between the two poles of the electric cell when the current is open is 1.1 volt. طب بتحكي على ايه طيب؟ بتقري من الاجابات، ضحكتي وبتقري من الاجابات. والله ابدا. لا بتحكي وبتقري من الاجابات. لا تجي جنبي مش اكتر. طيب بص يا شباب، لو حطيت فولت ميتر يا شباب عند سل وحطيت فولت ميتر عند اي كوندكتور، مش لازم ريزيستنس، ممكن احطها ما بين مثلا ما بين لامب، ماشي؟ between two poles of a of a lamp، خلاص. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ في الحالتين يا شباب بيقرا لي البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي. البوتنشال ديفرنس في حاله السيركت ديت بيبقى اسمه الكتروموتيف فورس. والالكتروموتيف فورس ده بيتقرا، مش شرط ان يبقى فيه كارنت في السيركت، مش شرط ان يبقى فيه كارنت في السيركت دي، يعني ممكن تبقى السيركت مفتوحه او مفيش سيركت اساسا، لكن هنا لازم يبقى في كارنت في السيركت عشان يقرا لي الكتروموتيف فورس ما بين التو بوينتس دول. لازم تبقى السيركت مقفوله هنا، لازم. سؤال بقى يا شباب، سؤال
لا مش هتنفع كده في السيركت دي كده، مش هتنفع. اقول لكم السؤال اللي انا عايز اقوله، فين الرسمة اللي احنا رسمناها قبل كده؟ ماشي خلينا هنا. قولوا لي كده، لو الريزيستنس دي اتحرقت، لو دي اتحرقت الفولت ميتر هنا يقرا كام؟ ها يقرا ايه؟ يقرا الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري. هيقرا الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري، الاي ام اف بتاعت الباتري. لو في كرنت يا شباب ماشي، لو في كرنت يا شباب هيقرا لي الالكتروموتيف فورس، اللي انا اسف البوتنشال ديفرنس اللي ما بين التو بوينتس دول، ما بين التو تيرمينز بتوع الكوندكتور. لكن لو الكوندكتور ده اتحرق او السلك ده اتحرق، فيقرا لي الالكتروموتيف فورس بتاعت الايه الباتري. تمام. تشوز لوجين، الرياكشن اللي قدامي ريبريزنت ايه بروسس؟ وعرفتي ازاي؟ هيبقى ايه؟ substitution. لا هو مش substitution خالص. مين عارف يا شباب؟ reduction. يبقى reduction. عرفتي منين يا كارين؟ ارفعي بقى من روح المعنوية علشان الايه جوه. الله ينور عليك. فده معناه ايه؟ losing ولا gaining؟ gaining. حلو قوي. بص كارين بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا الكلورين ده عمل رياكشن مع التو الكترونز، اخذ تو الكترونز، يبقى ده عمل جيننج. ده عمل ايه يا شباب؟ عمل جيننج. والجيننج دوت يعني ريدكشن. ماشي؟ انا ماليش دعوه بالكلورين، خلي بالكم عشان ما يوقعنيش في مقلب، ماليش دعوه بالكلورين ده، ماليش دعوه بيه. انا ليه دعوه بالالكترونز موجوده فين؟ دي اللي ليها دعوه بيها. ماشي؟ فاداني ايه؟ 2Cl نيجاتيف. يعني ممكن اكتب لكم الايكويجن ديت بطريقه ثانيه، اقول لك Cl نيجاتيف واداني كده Cl بلس E. ايه رايكم ده يبقى اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ اوكسيديشن. يبقى اوكسيديشن. طالما الالكترون هنا على اليمين يعني طالع في البرودكتس، طلع في البرودكتس، يبقى ده لوزنج. عشان افتكر ان كارين كانت سالت بقى قالت لي ايه، عيد لي الحته دي تاني، فركزت بقى. فده لوزنج، يبقى ده اوكسيديشن. يبقى الموضوع دوت ملوش دعوه بالكلورين، الموضوع دوت ليه دعوه بالايه؟ باللوزنج والجيننج الالكترونز. تمام يا كارين. طيب مين اللي عليه الدور؟ مين؟ ملك. The genes control the hereditary traits in living organisms by producing A يا ملك. Enzymes. برافو. وبعد الانزيمز، الانزيمز بتعمل لي ايه؟ A specific A. Chemical reaction. برافو. فالكيميكال رياكشن يطلع لي برودكت عبارة عن ايه؟ بروتين. والبروتين هيريديتري تريت. شوز ا هيريديتري تريت. برافو. ومين اللي قال كده؟ بادل انتاتوم. تمام يا ملك، برافو. نمبر 3 نور بيقول لي the quantity of electricity flow in a conductor on passing electric current intensity 2 امبير. مديني الانتنسيتي دي كده بيج 114 2 3 2 a 3 مديني 2 امبير. مين ال 2 امبير دي يا نور؟ الكرنت انتنسيتي الاي. تمام.
2 ampere. طيب بيقول لي through a cross section of a conductor within a time 20 minute. من 20 minute ديت ليه تايم حلوة قوي 20 minute. هو بيسألني بس لازم نغيرها. الله ينور عليك برافو. أنا إيه قلت إيه أوقعك يعني أعمل كأني مش واخد بالي. نغيرها إزاي بقى؟ آه. اللي 16,000؟ لا 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 أنا عايز أحولها لإيه الأول؟ فكر الرقم. عايز أحولها لإيه يا نور؟ أحولها لسكند. لسكندز. طب أحولها من مينت لسكند إزاي؟ من مينت لسكند. يبقى 20 divided 60 ولا إيه؟ أبت. لا تايم 6. من الكبير. أنا ناسية الرقم. من الكبير أنت ده ترم أول ده. من الكبير من بنعمل إيه؟ بنعمل تايمز. ونشوفه بقى فيها قد ايه المينت في الثانيه يبقى تايم 60 ماشي يبقى 20 تايمز 60 يبقى كده اتحولت للسكندز تبقى 1200 بالاي بالسكندز خلاص. طيب هو عايز ايه؟ عايز ذا كوانتيتي كام كولوم. يبقى هو عايز مين الكوانتيتي؟ ايوه اللي هي كيو. ايه الرول؟ يبقى هتبقى 2 اللي هو intensity times the time بالظبط IT يبقى 2 times 1200 1200 اللي هو 2400 كولوم. طبعا بعد نور كارن the hormone which regulates the level of calcium in blood قلنا كالسيتونين تمام. Give reason يا بلاجين. بيقول لي a red precipitate is formed when magnesium is added to copper sulfate solution. هنعمل ايه يا بلاجيا؟ اكتب الايكويشن. يلا مليني. بيقول لي a red precipitate is formed when magnesium is added to copper sulfate. Mg. ايوه. Plus. Cu. ايوه تمام. ايه اللي هيحصل؟ مغنيسيوم هيعمل ايه؟ هياخد اكسجين؟ لا يبقى مكان الكابر. هيعمل يبقى اسمه ايه مكان الكابر؟ هنقولوها ازاي؟ مغنيسيوم بيعمل ايه؟ سبستيتيوت. برافو. مغنيسيوم سبستيتيوتس الكابر. ليه؟ تو فورم. لا ليه عشان المغنيسيوم مور اكتف ذان الكوبر تمام. وير ات بريسيدز كوبر ان ذا كيميكال اكتيفيتي سيريز. حلوه قوي. يلا قولي لي بقى producing ايه بقى؟ ام جي. ايوه. اس او 4 اسمه ايه ده بقى؟ مغنيسيوم سلفيت. يبقى producing مغنيسيوم سلفيت. يبقى هنقوله مغنيسيوم substitutes الكابر. لو هو عايز ليه نقوله له مش مشكلة because it's more active than a copper. producing magnesium sulfate and copper. أيوة لونه إيه ده؟ red. بس فنقوله and a red precipitate of copper. a red precipitate of copper. يبقى احنا هنكتبه الإكويجن عشان هنجاوبه منها. مغنيسيوم اهو بص هنبص على الايكويشن ونجاوب منها. مغنيسيوم substitutes the copper producing magnesium sulfate and a red precipitate of copper is formed. او ممكن اقول له due to the formation of copper لو انت مش عارف تقول كل الكلام دوت بس تكتب له الايكويشن. طيب تمام يا بلاش. يوسف بيقول لي give reasons the sliding rheostat اللي هي variable resistance is used in some electric circuits. ليه بس to control current intensity and potential to control حاجة عشان adjust حاجتين. ها قلناها النهاردة تبقى resistance عشان adjust current intensity or potential difference. برافو يا يوسف. To control the current, the electric resistance
to control اهو the electric resistance to adjust الحاجتين التانيين اللي هم ال potential difference وال current intensity. حلوة قوي. طيب بعد يوسف فرح and the opposite figure قدامك رسمة يا فرح جايب لك ايه في التيوب اللي في الرسمة؟ جايب لك هيدروكلوريك اسيد وزنك، هيدروكلوريك اسيد وايه؟ وزنك. تقدري تقولي لي الايكويشن يا فرح؟ زنك بلس هيدروكلوريك اسيد؟ طب ما انا عارف مليني الايكويشن. زد ان؟ زد ان بلس اتش سي ال؟ خلي بالكوا اوعى حد يكتب لي ال اتش سي ال بس عشان مش بشوف انتوا بتكتبوا ازاي، اوعى حد يكتبوا لي كده. اوعى اي كده ما ينفعش. دي اسمها HCl برضو بس مش عندنا ده كده كلام عك في الكيمستري. لازم H دي بتاعت الهيدروجين، Cl اول واحدة كابيتال التانية سمول. ماشي؟ Zn plus HCl فيديني ايه؟ Zn Cl2 Cl2 plus H2 H2 خلصت كده؟ لا في 2 عند ال HCl. الله ينور عليك. في هنا طبعا ده evolves وفي 2 عند ال HCl ده balance. حلو قوي. فبيقول لي write the chemical equation كتبناها له. And mention the type of this chemical reaction. ايه نوع الكيميكال reaction ده؟ simple. ده simple ايه؟ هتكتبي له simple بس؟ simple ايه؟ substitution. اسمه simple substitution reaction. حلوة قوي. هنا الزنك substitute hydrogen of acid. نعم؟ من نوع الهيدروجين of acid؟ metal substitutes the hydrogen of acid. برافو. بس هو عايز كلمة simple substitution. تمام يا فرح. يبقى المفروض في التيوب ديت هيحصل bubbles لأن في هيدروجين طالع يا شباب. في هيدروجين طالع يبقى المفروض هيبقى في bubbles في التيوب ديت. جميل. scientific term حبيبة ومن غير ضحك لو سمحتي. the substance which gives oxygen or takes hydrogen. سيبنا من الهيدروجين. the substance اللي بتدي oxygen دي بتسرق ولا بتدي؟ دي بتدي oxygen مش بتسرق oxygen. يبقى اسمها ايه substance دي؟ Oxidizing agent. تمام يا حبيبة. طيب يبقى بيحصل لها ايه process يا حبيبة؟ ال oxidizing agent يحصل له ايه process؟ نعم؟ reduction. reduction. تمام بيحصل له reduction. لوجين بيقول لي ايه؟ the spontaneous conversion. spontaneous يعني automatic. conversion of the nuclei of the atoms of some radioactive elements that are present in nature. نعم. natural radioactivity phenomena. بالضبط. natural radioactivity. تمام. طب ومين الelements؟ مين الelements اللي بيعملوا كده؟ اللي بيعملوا ال decaying اسمهم A elements. عندنا ال elements دي اسمها radioactive elements. elements اسمهم radioactive elements بيحصل لهم decaying اللي هو بنسميه ال natural radioactivity phenomenon وطبعا بيطلعوا الالفا والبيتا والجاما rays عشان يوصلوا للستابيليتي. طب حد فاكر الديكينج دوت بيحصل نتيجة الزيادة في ايه؟ due to the increase in number أو because they have a number of A neutrons more than the number required for their stability. أكتر من النمبر اللي يخليهم stable. تمام. ملك number 3 the are ductless glands. خلصت. Endocrine glands. بس طبعا لازم تكملوا سؤال آخر. لا ربما يكون كاتب لي هرمون معين يبقى هو عايز gland معينة. Number four. نور.
The hereditary trait that appear in all individuals of the first generation. في Mendel's experiment. مين التريت اللي بتظهر في كل ال individuals في Mendel's experiment في ال first generation؟ بتفكري ولا المايك؟ الدوميننت تريت. دوميننت تريت، تمام يا نور. What happens when, Karen, replacing a piece of iron with iron filings? الإجابة وصلت المفروض. أبدل piece of iron واستخدم مكانها iron filings. Has the same mass on reacting with diluted acids. Acid مع مرة ال piece of iron ومرة ال filings. إيه اللي هيحصل؟ البيس هترياكت أبطأ. برافو، والفايلينجز أسرع. طب هتعرفي منين؟ البابلز. برافو، بابلز من إيه؟ من الهيدروجين. حلوة قوي. يبقى هنقوله إيه؟ يبقى هنقوله the reaction in case of the iron filings becomes faster. ماشي، دي أول حاجة، إن الرياكشن في حالة الأيرون فايلينجز هيبقى إيه؟ هيبقى فاستر. ماشي؟ due to the increase in A، إشمعنى في الفايلينجز كان أسرع؟ due to the increase in A. concentration؟ لا. surface area؟ surface area. due to the increase in the surface area، كارين، كملي يا كارين. due to the increase in the surface area، producing more، هتقولي producing more؟ ها؟ انت لسه قايلها؟ more ايه؟ bubbles. more bubbles، انت لسه قايلها. more bubbles of hydrogen gas. يبقى الايرون فاينز هتبقى اسرع عشان عندها سيرفيس اريا اكبر، وهعرف منين انها تطلع لي more bubbles of hydrogen gas. تمام يا كريم. بلاجيا. what happens number two؟ cross pollination between two pure pea plants. one with yellow pod and the other with green pod. هو خلي بالك بقى هنا يا كارين، هنا كان هو واحد يعني بيختبر انت حافظة الدوميننت وريسيسيف في البي بلانت ولا لا. ده سؤال بيختبر البوينت دي. يلا بينا يا بلاجيا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في تو بي بلانتس، واحد عنده green pod، green pod ده بيور، مع يلو بود، يلو بود، والاثنين بيور، ده بيور وده بيور. ها ايه اللي يحصل؟ اليلو بود هو اللي هتظهر؟ لا، شفتي بقى؟ يبقى انت مش حافظه الدوميننت والريسيسيف. يعني هقول ان الدوميننت ده الدوميننت وده الريسيسيف. يبقى مين اللي هيظهر في الفيرست جينيريشن؟ الجرين بس. طيب هتظهر بنسبة قد ايه؟ هي دي في الفيرست جينيريشن يبقى 100. جدع، دول اتنين بيور. طالما بيكلمني على اتنين بيور كونتراستنج، يبقى اكيد انا بتكلم على الفيرست جينيريشن بتاع المندلز اكسبيرمنت، الفيرست جينيريشن في ايه؟ تجربة مندل. فهيطلع 100%. ماله ال 100% ده؟ هايبرد. جدعة، هايبرد. ها؟ انه صفة؟ دومينانت. دومينانت، اللي هو مين؟ جرين. جرين بود. هي دي الانسر. هنقوله all the individuals، all the individuals or all the produced individuals will be hybrid green pod. كلهم هيطلعوا hybrid green pod. تمام. ال problem اللي بعدها دي page 115 3C. مين اللي معايا؟ يوسف. بيقول لي calculate the work done بسرعة بقى. يبقى هو عايز ايه؟ ده تبقى الدبل.
الدبليو حلوة قوي. equal v times q equals v times q جدع اللي هي 50 times 20 equal 1000 جول اللي هي ال 50 فولت times ال 20 كولوم ايوه اللي هي 20 كولوم فيديني 1000 جول. شكرا يا يوسف حلوة قوي. اللي بعده correct يوسف فرح. مندل second law is known as the law of A. أنا قلته في الامتحان اللي فات. Independent. نعم. Independent. أيوة independent A. Assortment. أيوة independent assortment of factors. Bravo. Independent assortment of factors. لكن segregation of factors دوت the first. حبيبة. Number two. When we add silver nitrate, جلنا كذا مرة النهاردة, to sodium chloride solution, a precipitate is formed. White? White, اسمه ايه؟ اسمه ايه ال white precipitate اللي بيطلع؟ جبته لك اهو اسمه ايه الوايت بريسيبيتيت المفروض مكتوب قدامك AGCL. اه ما انا عارف ما انا عارف ان AGCL تعرفي تقريها يا حبيبه انت ما حضرتيش معاك كيمستري اه بس انا جاي وبعت لك الفيديوهات تعرفيش تقري ده لوجيني تعرفي؟ سيلفر كلورايد سيلفر كلورايد كلورايد سيلفر كلورايد انا قلت لكم من الاول تشوفوا الفيديوهات دي يا حبيبه ولوجيني طيب لوجيني نمبر 3 the nuclei of radioactive elements contain number of a more than the number required for its stability neutrons تمام نمبر 4 ملك. The estrogen hormone is secreted on increasing percentage of glucose sugar in the blood. ملك. Insulin. تمام. What is meant by? نور. The principle of complete dominance. يعني إيه principle of complete dominance؟ ال principle of complete dominance ده مندل قاله بعد ال first generation أول ما طلع ال first generation دي حط ال principle of complete dominance وهو عبارة ال definition بتاعه هو عبارة عن نص ال first law بتاعه النص الأولاني بتاع ال first law ها بيقول إيه أفكركوا بقى بيقول ايه ال dominant hereditary traits تاني معلش قوليها من الاول تاني معلش dominant hereditary traits in the individuals تمام of the first generation هو انا عارفه صح برافو امتى بس هنقوله ايه the appearance of the dominant trait of all individuals in the first generation كملي بقى جميلك الكلام ده بيحصل امتى لما بيحصل كروسنج ما بين لما تو انديفيدجوالز بيعملوا كروسنج والتو انديفيدجوالز دول كانوا ايه صفاتهم ايه بيور ايه جدعه ها بيور تريتس لا بيور ايوه ما انا عارف بيور تريتس مالهم البيور تريتس دول كونتراستنج لازم تقولي كونتراستنج ماشي يبقى البرنسيبل اوف كومبليت دوميننس بيقول ايه ده اسمه مبدا السيطره إن في اتنين عكس بعض موجودين راح في واحد سيطر على التاني فبنقوله إيه the appearance of the dominant trait in all individuals of the first generation بيحصل إمتى الكلام دوت when two pure individuals of contrasting traits are crossed لما اتنين pure يتجوزوا تمام number two the catalyst Karen مين الكاتاليست فاكره قلت النهارده increase the reaction
برافو. طبعا الكاتاليست ده كيميكال سبستنس، فاحنا نقوله هو ما قاليش بوزيتيف او نيجاتيف كاتاليست، فاحنا نقوله اتس او. بس طبعا المعروف عن الكاتاليست ان انا بستخدمه هو الكومون اكتر هو البوزيتيف، المنتشر اكتر هو البوزيتيف. فبقول اتس ا كيميكال سبستنس ذات كنترولز، لان ممكن اسرع بيها او ابطئ، بس هكتب بتوين براكتس كده ذات سبيدز اب او انكريز ذا سبيد. It's a chemical substance that controls or increases the speed of the chemical reaction. بتزود أو بتحكم في الـ A في الـ speed of chemical reaction. طيب جايب لي الرسمة اللي قدامنا وعايز دي برضو page 115 4C. جايب لي هقول لكم برضو على حاجة هنا في السؤال ده عشان ما تبقوش محتارين في السؤال ده. ده أميتر ورسم لي الفولت ميتر هنا، هي قصة في رسمة الفولت ميتر هنا. وده ايه ده، وكاتب لي على الباتري هنا كاتب لي 6 فولت. ماشي. طيب بيقول لي ايه، بيقول لي في الرسمه اللي قدامك او كاتب لي هنا على الريزيستنس هنا 2 اوم. هو عايز الريدنج بتاع الاميتر والفولت ميتر. الريدنج بتاع الاميتر هنا كام والفولت ميتر كام؟ خلينا نبتدي بالفولت ميتر ريدنج. فولت ميتر ريدنج يقرا لي كام يا شباب؟ هو مين اللي عليه الدور؟ 6. صح، هو يقرا 6 ليه؟ الميتر ولا عشان الفولت ميتر؟ انا اقول ولا مين؟ مين اللي بيتكلم؟ هو المفروض بلاجي. انا نور، هل انا اتكلم ولا مين؟ لا بلاجي المفروض بلاجي. ده 6 فولت، الفولت ميتر هيقرا لي 6 فولت. ليه يقرا لي 6 فولت؟ مش المفروض يقرا لي يا شباب 6 فولت لو كان الفولت ميتر هنا؟ دي اول حاجه. امتى يقرا لي 6 فولت؟ لو الفولت ميتر موجود between the two poles of the battery. دي اول حاجه، وايه كمان؟ وتكون كمان الكي ده مفتوح، تكون السيركت دي مفتوحه، مفيش كارنت، يعني الالكترونز ما صرفتش حاجه من الانرجي اللي معاها عشان يقرا لي الاي ام اف كامله بتاعت الباتري. 6 فولت دي الاي ام اف. فطبعا هو الانسر اللي عايزها 6 فولت فعلا، يعني الفولت ميتر هيقرا لي هنا الانسر اللي هو عايزها 6 فولت. طب ازاي؟ طيب فاهمين فكرتي يا شباب؟ تاني، هو امتى يقرا 6 فولت؟ اولا لو كان الفولت ميتر متوصل هنا فده يقرا 6 فولت اللي هي الاي ام اف، وده في حاله لو السيركت مفتوح. طب ازاي ممكن يقرا لي 6 فولت وهو هنا؟ المفروض هنا يقرا لي اقل من 6 فولت، لان احنا لما شرحت لكم قلت لكم الاي ام اف بتبقى اكبر من اي الكترون اي بوتنشال ديفرنس تاني في السيركت، يعني المفروض هنا مثلا يبقى مثلا 5 فولت مثلا 5 فولت مفروض. يعني عمليا ممكن يا شباب يقرا لي 6 فولت. ليه؟ لان السيلز احنا واخدين في لسن 2 بنستخدموها في السيركتس الصغيره، بنستخدموها ان بتنقل الكتريستي في سيركت صغيره زي مثلا الريموت كنترول او الموبايل فون، بتبقى سيركت صغيره، فما فرقتش هنا من هنا وهنا من هنا، ما فرقتش، فممكن يقرا لي 6 فولت برضو. فاهمين يا شباب فكرتي؟ طيب الاميتر هيديني ايه يا بلاجيا؟ الاميتر بيقرا لي ايه؟ بلاجيا الاميتر بيقرا ايه؟ البوتنشال ديفرنس. اميتر
الالكتروميتر فورس. الاميتر ده الفولت ميتر بيقرا البوتنشال ديفرنس، ده جبناه خلاص، ده جبناه. الاميتر ده بقى resistance. ايه ده لا 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 لا، دي مش بلاجيا برضو، دي برضو مش بلاجيا. بصوا يا شباب، عندنا اميتر. مستر ينفع اجاوب ولا؟ ما انا عارف ان انت عارف. اميتر، فولت ميتر، اوم ميتر، برضو دي مش بلاجي. وعندنا كمان ريوستات، دي شوية أجهزة معانا، دي شوية إيه أجهزة عندنا كده في lesson 1 في unit 2. الأميتر ده بيقيس لي حاجة اسمها current intensity. فولتميتر بيقيس لي electromotive force بتاعة الباتري أو البوتنشال ديفرنس في أي بوينتس في الـ A في السيركت. بوتنشال ديفرنس، الأوميتر بيقيس لي الريزيستنس، الإلكتريك ريزيستنس. الريوستات مش بيقيس، الريوستات قلنا كنترول الريزيستنس تو ادجست حاجتين تانيين، البوتنشال ديفرنس والايه والكرنت انتنسيتي. خلاص. وبعدين عندنا كل جهاز من الثلاثة الأولانيين بيطلع لي الميجرنج بيونت معينة. الانتنسيتي هو اسمه أم ميتر عشان بيطلعه لي بالأم بير، ده اسمه فولت ميتر عشان بيطلعه لي بيقيس لي البوتنشال ديفرنس أو الإي إم إف عشان بيطلعه لي بالفولت. اسمه اوم ميتر بيقيس لي الريزيستنس بيطلعها لي بالاوم. يبقى الاميتر هيقيس لي ايه؟ الاميتر بيقيس انتنسيتي، هو عايز الريدنج بتاع الاميتر، يبقى عايز الانتنسيتي. ماشي يا بلاجيا؟ طيب هو عايز الانتنسيتي يا بلاجيا، مين الجيفنز اللي عندي؟ مين الجيفنز اللي عندي يا بلاجيا؟ الريزيستنس 2 اوم، حلوة قوي. وايه كمان؟ الالكتروموتيف فورس. لا دي ما اسمهاش الكتروموتيف فورس، دي اسمها ايه؟ بوتنشال ديفرنس. ماشي ممكن نسميها الكتروموتيف فورس لانها ايكوالز الفي بتاعت الباقي. ماشي اوكي، اللي هي الفي 6 فولت، حلوة قوي. طب ايه الرول اللي هستخدمه؟ ال R divided LV. لا هي ال V divided ال R. بصي احنا هنعمله ازاي؟ احنا الاول هتكتبي اصل القانون اللي هو بيقول ايه؟ اكتبي اصل القانون اللي هو ال R equals ال V over ال I. ماشي؟ طب انا عايز مين؟ عايز ال intensity دي، يبقى اطلع ده فوق وانزل resistance مكانه، يبقى ايه؟ يبقى ال V over ال R مش ال R over ال V. تمام؟ بس هيبقى ال V اللي هي 2 أنا آسف 6 divided ال A resistance اللي هي 2 هتبقى 3 أمبير. تمام يا شباب؟ نعم. أنا مش فاهمة ليه في الفولت طلعت 6؟ الفولت ميتر دي طلعت 6؟ السيركت مش طويلة، السيركت مش طويلة، كأنها متوصلة هنا، يعني المسافة دي مش طويلة، فممكن عمليا يديني 6 فولت. وصلت؟
لا مش فاهم. مش فاهم. تفرق يا يا ملك لما احط الفولت ميتر هنا كده من لما احطه يعني ما بين النقطتين دول او ما بين النقطتين دول؟ تفرق قوي؟ لا تفرقش قوي. هو ده اللي حاصل في السيركتس ديت. في حاله ان السيركتس لو السيركتس قصيره، دي سيركت قصيره عمليا هيديني الرقم ده زي الرقم ده اللي على الباتري، وبالتالي ممكن الفولت ميتر ده يبقى زي الفولت ميتر ده. وصلت؟ اه تمام. تمام. لان السيلز دي السيلز احنا كنا واخدين في ليسن 2 ان الالكتروكيميكال سيلز بنستخدموها تو ترانسفير، طبعا بتطلع لي دايركت كارنت وبيتنقل فور شورت ديستانسز. فاكره ده كده فور شورت ديستانسز يعني بيمشي شورت سيركتس. فعمليا يعني براكتيكالي ممكن يديني نفس القرايه. وصلت يا ملك؟ اه تمام. حلو قوي. هنعمله ايه الفتره اللي جايه؟